السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحبا فيكم أصدقائي المتابعين في حلقة جديدة لهذا الأسبوع. معكم أخوكم هاشم العلوي، وإن شاء الله في هذه الحلقة راح نشوف مع بعض plugin أو برنامج من شركة Output اسمه Arcade. إذا كنت تستخدم برنامج حق samples مثل برنامج Splice مثلا، برنامج Arcade ما راح يكون غريب عليك. هو نفس الفكرة ولكنه يختلف عن طريقة استخدام السامبلز الموجودة وطريقة الآلات الموجودة في داخل البرنامج. إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة، لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة عشان توصل كل الحلقات الجديدة أولا بأول. وإذا حبيت تتعرف على مهارات الهندسة الصوتية بالمجان، راح أخلي رابط دورة الهندسة الصوتية المجانية في وصف هاي الفيديو وأيضا في أول تعليق. أوكي شباب، شنو هو برنامج أركيد؟ برنامج أركيد هو عبارة عن مجموعة سامبل باكس مصنفة بطريقة تخلينا احنا نقدر نستخدمها اما كسامبلز عادية او كنوة موسيقية. البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الباكيجز، يعني لو تشوفون هنا كل واحد من هذلين يعتبر باكيج او هم يسمونه لاينز. فاليوم البرنامج فيه 53 لاين او 53 مجموعة سامبل باكس نقدر ان احنا نستخدمها اما كسامبلز او كنوة موسيقية في المشروع اللي احنا قاعدين نستخدمه. الباكس اللي موجودة بتلاحظون تحت هنا في رقمين موجودين، هني مثلا 15 و15، هني 18 و20. شنو هذلين؟ رقم الأول هو عبارة عن مجموعة السامبلز الأوديو سامبلز اللي موجودة اللي هي جاهزة أوريدي إنك تستخدمها مثل ما هي، والرقم الثاني اللي هو 20 هني هو رقم النوة الموسيقية، الآلات اللي ممكن إنك تستخدمها كنوتة موسيقية كأنك تعزفها عزف يعني على البيانو. فخلونا نشوف مثلا هاي المجموعة هني، كل واحد من هاي اللاينز داخلة في مجموعات ثانية من الباكيجز. فداخل الدريب مثلا هذه في عندنا اللي هو مثل ما قلنا احنا ثلاث سكشنات، سامبلر كيت، نوت كيت، والسامبلز. السامبلز اللي هما السامبلز كل واحد بروحها، يعني هاي اللي في المجموعة كاملة ممكن انك تستخدمها او تسمعها بهاي الطريقة. اوكي، فممكن أنا أستخدمهم كسامبلز عاديين أخذهم وأحطهم في السيشن عندي هنا. بس الطريقة الحلوة أو طريقتي المفضلة هو أنك تستخدمهم كسامبلر كيتس وتفتح الكيتس اللي موجودة هنا. خلينا نقول مثلا يعني ناخذ هذه مثلا on the grind، لما أضغط عليها بيفتح لي هاي الباكيج بهاي الطريقة. يعني أن هنا شنو أقدر أسوي؟ مثلا ممكن أنا أضغط على النوة الموسيقية عندي في الكيبورد، إذا أنت كنت عازف كيبورد هاي التشكيلة اللي موجودة هنا ما لها أي علاقة بالعزف. هذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن الوايت كيز أو اللي هي المفاتيح البيضة اللي موجودة هي اللي بتشغل لي السامبل نفسه، والمفاتيح السوداء هي اللي هو يسمونهم الموديفايرز اللي هي بيسيكلي راح تعطيك إفكت معين حق الصوت اللي أنت قاعد تشغله. يعني مثلا لو نعزف هاي الصوت، إذا ضغطنا هاي الزر الأسود اللي موجود هنا بيسوي لي الصوت مقطع. خلينا نسمع شلون. كل واحد يقطع الصوت بطريقة معينة، والزر اللي هنا اللي هو العلامة الزرقاء هذه كانها علامة دي ان اي، هذه راح تعطينا راندومايز حق الصوت نفسه. نشوف شلون. اما العلامه اللي موجوده هنا السهم هاي الاحمر، شنو راح يسوي؟ راح يخلي الصوت بدل ما هو ماشي في جهه واحده راح يعكس الصوت، فراح يسوي له ريفرس. نسمع شلون صاير. هاي بكل بساطه افكتات على السريع اقدر ان انا اخليها في الصوت نفسه. الحلو في السوفت وير او الحلو في البرنامج هو ان بسهوله كلش اقدر اغير الكي حق الصوت. يعني لو تلاحظون هنا مثلا اوريدي هو قايل ان الكي مال هاي سامبلز في الاي شارب ماينر، فانا شنو اقدر اسوي؟ اقدر ان على طول اغيره واسوي مثلا اي ماينر، او حتى اغيره ما بين ماينر وميجر واجيله هنا واسوي له مثلا سي شارب ميجر ولا دي ميجر. شفتوا شلون صار؟ اوريدي غير لنا هاي الاوكتاف. نرجع الحين حق مثل ما كان.
وفي كل آلة في هاي الإفكتات الموجودة بهاي الطريقة، هاي الأربع إفكتات. هاي طبعا تختلف ما بين مجموعة أو مجموعة أخرى، بس الحلو إنه شنو، إن البرنامج ما يحدني إن أنا أستخدم بس هاي الإفكتات، لا أقدر إني أسوي تويك وأدخل داخل السامبل نفسه وأشوف شنو أقدر أغير فيه. ممكن أقدر ألعب في الفلاتر اللي موجودة، أغير الموجوليشن اللي موجود، الميكسر مثلا مال الصوت. فكل هاي الأشياء أقدر أنا أتحكم فيها بشكل دقيق جدا. بس في الفكرة إن شنو، إن الكنترولرز اللي موجودة هني تعطيني على السريع مجموعة من الماكروز، يعني كل واحد من هذلين يأخذ مجموعة من الإفكتات ويخليني أزيد أو أقلل منها. خلونا نسمع مثلا شلون. يعني كل واحد من هذلين قاعد يعطيني سامبل معين، وإذا ضغطهم كلهم مع بعض راح يبني لي الأغنية مع بعضها البعض بكل هالسامبلز. السامبلز الموجودة يا جماعة في هاي الكولكشن جدا جدا كثيرة، وفي أشياء كثيرة منها ممكن أنا أحطها مع بعض ويخليني أسوي بيلد حق بلوك معين أو حق مثلا سكشن معين، وبعدين أضيف أنا عليه الآلات المختلفة. يعني حتى مثلا ممكن نحن نشوف في سامبلز حق غناء، أصوات غناء. فكل اللي أسوي أنا، الحلو بعد أيضا في البرنامج إنه شنو، إنه ما ينزل لي كل السامبلز مرة واحدة ويشحن لي الهارد ديسك، لا كل ما أنا يعجبني شيء ممكن أنا أضغط عليه وأخليه ينزل لي بس هاي السامبلز. يعني شوفوا الحين مثلا إحنا نزلنا هاي الباتش، أوكي هاي حق فوكل سامبلز. يعني خلونا نسمع مثلا. فهذه بعد مجموعة خاصة حق الفويس أو حق السامبلز مال الفويس. أنا اللي يعجبوني صراحة، يعني طبعا تعرفوني أنا أحب الأشياء اللي هو الإثيريال، يعني الأشياء اللي هو ديستنس فويسز. ديستنس فويسز هذه الباك جدا جدا حلوة، اسمعوها. خلونا نشوف النوت كيتس اللي موجودة هني. النوت كيتس هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن أني أنا أختار باكيج معين، أوكي؟ طبعاً كل باكيج من هادلين تقريباً حجمه 40 إلى 50 ميجا بايت. كل واحد من هادلين أنا ممكن شنو أسوي؟ أختار الباكيج اللي أنا يعجبني، وبعدين النوت اللي موجودة هناك بدل ما هي تكون نوتات تشغل لنا سامبلز أو تسوي لنا تريجر حق سامبلز، راح تسوي لنا تريجر حق آلات معينة. شلون يعني؟ خلونا نشوف الحين هاي قاعد يسوي داونلود، وحين خلص الداونلود وأقدر أسوي بلاي. إذا جيت الحين هني ممكن أنا أضغط، شوفوا تحت هني كله تغير، صار نفس الكيبورد اللي هو العادي. فلما أبتدي أعزف هني مثلا، صارت نوة عادية. وطبعا الحلو ان انا اقدر شنو اعطيها افكتات مختلفه من هنا. شفتوا شلون هاي الأصوات صارت الحين؟ أنا استخدمت الباك اللي موجود واخترت الأصوات اللي فيه وقاعد أعزفها عزف عادي كأي آلة موسيقية ثانية.
طبعا اذا جينا حق السكشن مال يور ستاف بتلاقي كل الاشياء اللي صار لها داونلود راح تبين هنا اساس انك انت تعرف شنو الملفات او شنو الباكجز اللي سويت لها داونلود، وتقدر تسوي فيفوريت حق اللي بعضهم، مثلا تقدر تسوي كليك حق واحد منهم يصير فيفوريت كذي، مثلا تقول له اد تو فيفوريت اوكي، او انك تسوي كاستم. كاستم هاي معناتها شنو؟ يعني معناتها انك انت تاخذ الاصوات اللي موجوده عندك في الات ثانيه مثلا او اصوات عاديه وتسوي لها امبورت هنا، وراح تستخدم الفيتشرز او الخواص الموجوده في هاي البرنامج على اساس انك انت تسوي ديفلوبمنت حق الباكج اللي تبي وتسيفه هنا. طبعا البرنامج يا جماعه هو اشتراك شهري تقريبا قيمته $10، ولكن تقدر تجرب البرنامج بالمجان لمده شهر واحد من خلال الرابط اللي موجود في وصف هاي الفيديو. هذه يا جماعه كانت نظره سريعه على برنامج اركيد من شركه اوتبوت. اذا عندكم اي استفسارات اكتبوا ليها تحت في قسم التعليقات وان شاء الله راح اقدر اجاوبكم عليها. ما وصيكم مره ثانيه تشتركون في القناه وتضغطون على زر اللايك على اساس نقدر نوصل لاكبر مجموعه ممكنه حول العالم. اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه.